الافتتاح ديال هذه الحاضنه بلو سبيس في جامعه الحسن الثاني هو واحد نتاج واحد الشراكه بين مرصد المقاولات التابع لبنك اوف افريكا وجامعه الحسن الثاني. الهدف منه هو تشجيع روح المقاوله عند حاملي المشاريع، الشباب حاملي المشاريع، عند الطلبه كذلك، اللي كتتم المواكبه ديالهم من الفكره حتى احداث المشروع. الهدف ديالنا كذلك من هذا المشروع وهو تنمية هذه الثقافة المقاولاتية كذلك، اللي الحمد لله ولاو لاحظنا ان مجموعة ديال الشباب ولاو كيهتموا بها، واللي كتخرج من ذاك الإطار التقليدي ديال العمل. المشروع مع جامعة الحسن الثاني عنده اللي كيهم إحداث هذه الحاضنة بلو سبيس، عنده مجموعة ديال الأهداف. الهدف الأول هو تحسيس الشباب لهذا الروح المقاولاتية، يعني إحداث المقاولات. الهدف الثاني هو البحث عن شباب اللي عندهم مشاريع، والهدف الثالث هو الناس اللي عندهم مشاريع تتم المواكبه ديالهم من فكره المشروع حتى لاحداث المقاوله. يعني هادو هما الاهداف ديالو، طريقه مباشره ديال هذا المشروع. الو، هذه المبادره هي واحد المبادره حنا نعتبروها في مرصد المقاولات وفي بنك اوف افريكا كنعتبروها مبادره وطنيه. الهدف ديالها هو احداث هذه الحاضنات في جميع التراب الوطني، في جميع الجهات. يعني اليوم عندنا جوج حاضنات في الدار البيضاء، عندنا وحده في فاس، عندنا وحده في التطوير في جهه الشرق، وحده في الجهه الجنوبيه. يعني الهدف ديالنا في هذا العام السنتين القادمتين ان شاء الله هو دو كوفغيغ التعميم على جميع التراب الوطني. اليوم كتأتي مبادرة تدشين حاضنة بلو سبيس اللي هي بشراكة مع بنك أوف أفريكا في إطار المجهود اللي كتقوم به جامعة الحسن الثاني والكلية ديالنا باش نساهموا يعني في حمل الطلبة حاملي الشواهد على التفكير في خلق المشاريع، بحيث عندنا برامج تكوينية وأيضا كنحطوا الطلبة في مشاريع نهاية الدراسة أنهم يطرقوا للمشاريع لبناء المشاريع، ولكن اللي كيبقى ناقص هي حاضنة اللي يمكن لها تعطيهم آليات وتعطيهم أدوات باش يمكن يعني يحولوا الأفكار ديالهم الى مشاريع حقيقيه. وهذا كيمر عبر تكوين اكاديمي اللي كيقوم به الاساتذه المتخصصين في الميدان، وايضا تكوين تطبيقي اللي كيقوم به اطر ديال البنك اوف افريكا اللي اليوم في تجربه معهم يعني كانت ناجعه، بحيث اليوم عندنا اكثر من 20 حاملي المشاريع اللي بعض المشاريع اليوم هي تبلورات على ارض الواقع. والهدف ديالنا هو اننا نسرعوا من الوتيره ويكون عندنا مجموعتين او ثلاث في السنه حتى نساهم يعني في الدينامية خلق المشاريع اللي هي البلاد ديالنا الحاجية لها من ناحية الاقتصادية وخلق الثروات، وأيضا من ناحية الاجتماعية وخلق مناصب الشغل. وهذا كيدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية ديال الجامعة اللي احنا كنحاولوا نساهموا فيها بطريقة فعالة.